السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مهدك هو ذو شيدين إلهي سبحانه وتعالى مهد الله بعضنا وحن شيدين يا استمر دقنك عقاشة عقاشة مركان مرة يوحن ربيان حسو انت عن كور قبل مركي يقوه رئيس عقاشة اس اس انت فلسطين يا جولة سماستان يا قدومي يا كفجي حق هاي سماستان بالاس بالاس عنوت كذا عضي وأسوي بوي يا جولها هاي سماستان يا قدومي هو ذا شيف عاقل محمود شيف عاقل عبد الكريم شيف عاقل حسن صالح وهم هندق يا عقاش الدور كذا مهم كا عقاش وحي هاين مشين كي دقاتري هالجن كنا عرف يا عيلا باين لقو قيشنني جزاكم الله خير بان لي وحن حسي يوم هندق يا إذا ماذا حق ديرك إسسي خاتو أو إسيك ليمي ديانا فربضان أو إلا يسيدي لشي حافو إلا يشريبا أنت كده حيث إسيقيمي أو هالك إمان تكسو غيهين سراكيشو دي هو قامين إسي آدي آد بان إذن كم هنا قينا إذن كانوا إذن كفرنا إذن كانوا إذن كلدنا إذن كانوا واحد إذن كلنا وين واحد بضان بايرو حري آد بضان هالسنتهين وحن كلو ما عندنا قيا هبله إن شرفت له حقدير كا كهر ريا رجع يا عيلن كا كادم بيا وحن كلو ما عندنا قيا سيد الله شجعي قرب تشوجينا أورنتي دور مهم كلها هلجن كا إنه صاد جلي صاد بلاب مي ثاني يا مركي على وروك إنه وعيا صاد بكتي لبادي يكون يتدبادي إلهي من كلو تاجن وحن لا هلجن كي واجب الجبو إن يربا إنا واحد لي أي نسرع إن هذه لها كده يقرب تشوقي وحن كانوا ما عندنا قيا حوجة شماهيرتا حوجة شماهيرتا وحيا هاين كون ينوب بلابي كعضون كي بلوغاها يا عيسو كان كياني يا عيسو مدايي دي قوذي بين وحكو نقرني هل كان هذي عيسو كسون تنتهي أما أي شايان كرتو جماهيرتي هبلها ينمدها إهالجن كم بلاغا دقا حطورة بأسكالة وحانو أقوان سرح إليهين ملكي لياش هالجن كينا ما أنت إنبرتك كتير إن شاء الله تعالى إنتي دماتي إلهي هون حريستو إنتي حبنه يكو إذي إلهي هو عويلو إنتي داو عانتي داو عويل شفتنا إلهي سبحانه وتعالى هو بوغا ديو وحانو ما هدنا قيا صحافة دي كشقي إلي سيتة بنتا دعوين كي قراره إن صامري موجين فهرني ماذا؟ وحن تسألوا سقاطنا يا وري مولى هرد دقيب أورنتي أد مودة يسي هل كان مدفع كده أو إن وصي بالانسانة أو هل مركز مدفع هوس تاجنا أو سوور كأقول رأي كلامات با عالم كوسي وجود بيني لما أنسى حافظ وحن لي هاي دور مهمة قاتن جزاكم الله خير ما هدنا غمولة جارسين كريت قيبها بلشيا هل كان دور كلها لكن waxaan leeyahay qof kasta oo halkan ka soo qayb qaatay waxaan leeyahay waad ku mahadsantahay doorkii aad qaadatay iyo kaalinkii aad buuxisay intaba mahadnaqa kadib waxaan doonayaa inaan hal mid oo laga tagay ka dhawaajiyo waxa iga horeeyay imirka Haaji Maxamed Jabuutaawi oo halkan ka sheegay in halkan ka doorku lahaayeen saadka war qabtaan guddiga 33 ka waxa garajaa garaj Ismaaciil ku dhawaaqay 6 جانوري وحاكا هوري 4 جانوري وهو دعي ميشن كي اما اوبريشن كي لبا حي 15 مينتس شان يتبان كا دقيقة دو حي احايين كوي تشبيي هاي مانا دي يسلويني دي شان يتبان كسانو ديان كينا يكون شو يعيدا مدى عدوغا وحاسي قارا وحصيا مشاهد محمد احمد صالح وحاسو كوما قاديرا oo maanta hoggaaminaya ciidamadii operation ka fuliyay ilaahay uu naxariisto isaga inta kale shahiideeyba mahadnaqaas kadib waxaan doonayaa mudan ayaa mar weyn martii sharafta qiimaha badan leh hawshan aad noo xil saarteen waxaan idin xaqiijinayaa oo idin cadeynayaa inaannu muhiimada koobaad iyo talabaad iyo tasdaxaad baan siin doono لما يستركها هالجنكي أي إن بدنونا فويدي وشعب كينا كاميدي
halganki in badan oo shacabkeena kamid yihiin ay u barakaceen ilaahay iminkana ay banaanka u wareeyeen halganka ilaahay idankii annagoo kaalmaysanayna awooda ilaahay annagoo garabsanayna shacabkeena annagoo garabsanayna isimada iyo cuqaasha iyo ciidankeena halganka waa dhameystirayna halganka waxaanu qaban kari weynana idinkaanaga kaabaya inaan allo aan banana ha nooga baqina ilaahay idinka insha allahu tacaala waxaanu xoojin doonaa halgankaas udubdhexaadkiisa oo ah midnimada bulshada s s c khaatumo haddii aynaan midoobin halgankeennu hana qaadi maayo halka geediga aynu ku wadana gaari kari mayno halgankeenna waxaa lafdhabarta koowaad iyo ta labaad iyo ta saddexaadba u ah midnimada iyo wadajirka shacabkeenna insha allahu tacala haddii alla ka dhigo war midnimadeenu soo muqadas maaha midnimadeenu soo muqadas maaha ha noolaato s s c waxaan idiin caddaynayaa haddii ilaahay ka dhigo idiin xaqiijinayaa in aanu dhowri doonno oo ixtiraami doonno heshiiskii bulsho iyo axdiga aynu qorannay ee ay isimadeennu guddoomiyeen ee ay saxeexeen waxaanu kaloo dhowri doonnaa wax kasta oo ay bulshada s s c isku afgarato inay ku dhaqmaan ama ay ku shaqeeyaan haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala halganka hogaaminta aynu hogaaminaynaa ma noqon doona golo kafuul iyo hadda wixii nagu soo dhaca halganka waxaanu ku hogaamin doonaa tallaabooyin cadcad oo laysla og yahay oo inoo qoran ama aynu ka heshiin doonna haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala waxaan idiin ballan qaadayaa anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca maamulka s s c khaatumo golaha dhexe iyo fulintaba in aanu ilaalin doonno oo kor u qaadi doonno cadaaladda iyo garsoorka bulshada s s c dhexdeeda waxaanu xidhiir dhow la yeelan doonnaa cid kasta oo qadarisa ama karaamaysa soo la maqli maayo sidaanba isaga qaylo dheerahay aan waxaanu xidhiir dhow la samayn doonnaa ama la yeelan doonnaa cid kasta oo qadiyadeenna isgarab taagta soo dhoweysa jecel sharafteenna iyo karaamadeenna waxaanu si cad oo aan gabasho lahayn uga hor iman doonnaa cid kasta oo ka hor timaada wadajirka midnimada iyo aayakatashiga s s c cid kasta oo ka hor timaada u qarin mayne si cad baan uga hor iman doonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo waxaanu ku shaqayn doonnaa duruufta aad arkaysaan ee ay ku sugan yihiin shacabkeennii oo 400,000 dad lagu qiyaasay ay ka barakaceen caasimaddeennii iyo deegaanada ku hareeraysan waxaanu aqbalay oo aanu gacanta u dhiganay inaad gacanta noo saartaan dhimbiil daba oo halgankeennu u baahan yahay insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo dhimbishaa dabkaa gacantaan ku xejin doonnaa ilaa halkeeda aanu ka gaadhsiinna haddii ilaahay yahay insha allahu tacaala waa ku gubannay waa tuuraynaa odhan mayno waa ku gubannay waa dhigaynaa odhan mayno annagoo gacmuhuna gubanayaan oo og mas-uuliyadda aanu qaadnay waxa ka dhalanaya cinda allaahi wa cinda annaas baanu aqbalay waana ka dhabayn doonaa ilaahay idinka insha allahu tacaala waxaan halkan kaga dhawaaqayaa maanta in ay inoo bilaabantay ama uu inoo bilaabmay wejigii labaad ee halgankeenna lagaga sifayn lahaa wejigii labaad ee halgankeenna oo cadowga deegaanadeenna qaybo ka mida jooga aynu kaga sifaynayna insha allahu tacaala ma dhici doonto cadow dhulkeennii fadhiya oo madfaca la dhacaya dadkeennii inaan wada hadal kula galno madfaca korkiisa ma dhici doonto insha allahu tacaala markay dalka inoo dhaafaanna waxaynu kala hadlinaaba iska yardee maxaa inaga dhexeeya wax inaga dhexeeyaa ma jiraan inta madfaca dushiisa ay saaran yihiin wax wada hadala iyo wax wada xaajooda oo ina dhex mira karayaa haba yaraatee ma jiraan waxaan xusayaa dowrkii ehelnimada ahaa
يوغادالاشادا اي موتيسي دولة بنتلان حكومة يا شعبا وحيس قرب تاغين هلغن كيان غبرا مي يدولان كي قاونا الى روسو قاضي الى وكاور تقنو وحيدو يمي حوغك ديان كان انهورو تشوغين او عيداماه او سوحو تشي حوغي ديان كبلابي وحيس قرب تاغين داو عيني يبكتديني وحي سودا وين بركة عياشيني وحي قابلين قوات كيني وحبار شلو فكالا قوضي وادو ويدينو انتحانا دي شهادي ها دوكسي قدحي يا كسربا اردي ديني والله قراضي قيمة وين باندو هينا دادال كاس دو ودى بنت لان يا شعب كيدو ايس لقرب تاقين هلقن كا اساسي خاتمو تاريخ دار خسد دونتا waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga maxaynu u taaganahay maxaynu doonaynaa maxayna ka maqan waxaynu u taaganahay midnimada iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed waxaynu u taaganahay soo celinta sharafta iyo dhawista karaamada shacabka SSC khaatimo waxaynu ka shaqeynaynaa wax kasta oo ummada Soomaaliyeed dhibaato ku ah af iyo adinba يا أنكار تجنو هدف كي يومها إلى أن بيرها أن درس كنا هاي أن يسكع أولادنا لكن سوى هالجمعنا دررنا همون وما قبلنا هو إصدفاعنا وهالجمعنا وإصدفاعنا لكن ديك سومالي وداتانا كما نطرين وحنكو خصبنا هاي وحنكو خصبنا هاي ويرك يدولان كقاون الوسوق ديان كي يدد كي inaan ka difaacno hadii Ilaahay yiraahdo anagu Ilaahay kaalmaysanayna waxaan idin sheegayaa anagu anoo ku hadlay intii aan sheegay maamulka SSC khaatimo golayaashada fulinta ee ka dhaba hadii aad arki jirteen dad la doortay oo la aanbada ama la daaqtaga insha Allahu ta'ala ma dhacayso inaan daaqtagno ama la aanbanaan sida garad jaamac garad Cali uu sheegay halgankan waxaanu soo bilownay 2007 markii Cali uu deegaankan soo gaaray waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo inta waan loo gacan haadinay waan loo yeeray hadaan meel aadayno 17 kaas aan iska tagi lahayn wixii inta noo diidana inaanu talaabada noocaas ku kacno imika noo saamixi حفلات حكتا وحين فوق أبصان دورنا سلين تقومي سيد من فوق أبصان دورنا إن شاء الله تعالى وحين نكاد سان دورنا تيندوين بين نكاد سان دورنا هل كاسين كو حفلاتين دورنا هل ديار قروبو سومانك هلا أتخيستو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله بيبتين كيالا كيسيا شويني إنين وارقالي تانكا تانكا تانكا